بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محاضرة اليوم تتعلق ببعض المستجدات الطبية، وهذه المستجدات كما مر بنا في المحاضرة الماضية يرجع فيها إلى الأدلة الإجمالية في الشريعة التي هي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغير ذلك من الأدلة الشرعية التي يمكن أن تكون وسيلة لتأصيل الأحكام الشرعية لمثل هذه الأمور المستجدة. كذلك القواعد الفقهية كما قلنا في الدرس الأمس أو في محاضرة الأمس على الاختلاف في الاستدلال بها، لكن الواقع أن أكثر العلماء ولا سيما في الهيئات العلمية المعاصرة هم يعتمدون على هذه الأدلة على هذه القواعد في بيان أحكام هذه المستجدات. وأيضا من الأصول التي يعتمد عليها في هذا المجال هو مشروعية التداوي التي هي ثابتة بالأدلة المعروفة وبالسنة القولية والفعلية، وإن كان وقع بين الفقهاء بعض الخلاف في حكم التداوي، لكن هم متفقون على مشروعيته. فكثير من هذه المستجدات لها علاقة بهذا الأصل، ويبني العلماء الحكم فيها على هذا الأصل إلى جانب الأصول الأخرى. وأيضا الاجتهاد الجماعي الذي يتم عبر المجامع الفقهية أو هيئات العلماء هو له وزن أكثر، لأن الاجتهاد الجماعي يكون أبعد عن الخطأ وأقرب إلى الصواب من الرأي الفردي، لأنه يتناصر على دراسة المسألة عدد كبير من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والذين هم محل الثقة والاعتبار، إلى جانب أيضا استعانتهم بأهل الخبرة في هذه المجالات، لأن القاعدة المعروفة عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور السليم للمسألة الحادثة يكون بالرجوع إلى أهل الخبرة فيها. والمجامع جرت على أن تستعين بهم، ويكتبون بحوثاً حول الموضوعات التي يراد دراستها، وأيضاً العلماء من علماء الشريعة يكتبون بحوثاً رصينة عن الموضوعات، ويتم هناك نقاش وحوار للوصول إلى الرأي أو الاجتهاد الأقرب. وهذا الاجتهاد أحياناً يكون بالاتفاق، يعني كل أعضاء المجمع يجتمعون أو يتفقون في الرأي، وأحياناً يكون بالأكثرية، لأن الاختلاف في وجهات النظر أمر سائغ خاصة في الأمور الاجتهادية، ولا ينكر على إنسان خالف في الأمور الاجتهادية كما هي القاعدة المقررة، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فمن هنا جاءت أهمية القرارات التي تصدر عن هذه الهيئات سواء كانت مجامع أو هيئات للعلماء، ولكن كما لا يخفى لا تعد إجماعا، حتى لو اتفق أعضاء المجمع على رأي ما، أو لو فرضنا أن المجامع الموجودة والهيئات المعاصرة لو فرض أنها اتفقت على رأي فقهي معين في مسألة ما، هذا لا يعد إجماعا، لأن الإجماع الذي هو من الأدلة الشرعية هو عند أكثر العلماء هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على حكم شرعي، فلا بد أن يتفق الجميع. وإن كان هناك من السادة الأصوليين والعلماء من قال إجماع الأكثر يعتبر إجماعاً، لكن أكثر العلماء يقولون الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع المجتهدين، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع تدل على اتفاق الجميع، لأن الحق ممكن يكون مع الواحد في الأمور الاختلافية أو المجتهد فيها. فلا حرج أن يوجد اختلاف سواء كان في داخل المجمع أو أن الهيئات تختلف أحياناً في التقدير للأمور، والشخص الذي يريد أن يعمل في هذه النازلة أو الواقعة هو إما أن يكون من طلاب العلم المجتهدين، فحينئذ ينظر في الأدلة ويرجح ما يراه صواباً ويعمل به ولا حرج، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. أما إذا كان الإنسان من عامة الناس فهو يتبع أكثر من يثق فيه علماً وديناً،
ويتبعه، ولا حرج عليه أيضا سواء كان اتبع رأي هذا الرأي أو الرأي الذي قال به المخالف، أيضا لا حرج في هذا. وأيضا من القواعد التي ربما سبقت الإشارة إليها في درس سابق أو في المحاضرة السابقة هي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. فالأمور التي تقع أو يقع فيها الخلاف بين العلماء بين مجيز ومحرم، الأولى للإنسان ترك مثل هذا الشيء إذا كان بالإمكان تركه، فهذا مستحب للحديث السابق، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومما ذكر في تفسير الشبهات الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء حتى يكون الإنسان أدى العبادة إذا اختلف فيها على الوجه الذي هو محل اتفاق، أو إذا كان الأمر دائرا بين التحريم والتحليل يتجنبه يكون قد برئت ذمته وابتعد عما هو محل للشبهة. هناك قواعد كثيرة تدور أيضا عليها أحكام هذه المستجدات، منها ما يتعلق بإزالة الضرر أو قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن التداوي والعلاج منه ما يكون ضروريا ومنه ما يكون حاجيا. والضرورة عند العلماء هي الحالة التي إذا لم يرتكب فيها الإنسان الأمر المحرم يؤدي ذلك إلى فوات النفس أو عضو من الأعضاء، فهذا الأمر يكون حينئذ ضروريا، وقد يجب عليه أن يرتكب الأمر المحرم لتبقي الضرورة، لأن من مقاصد الشريعة القراء حفظ النفس، فحفظ النفس واجب، فقد يجب عليه العلاج. على الصحيح من كلام العلماء أن التداوي فيه تفصيل، وأنه أحياناً يكون واجباً على الإنسان إذا كان يؤدي إلى حفظ الضروريات الخمس، أو أحد الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس. والحاجي هو الذي إذا لم يقم الإنسان بالأمر لا يصل به الحال إلى مرحلة الضرورة، ولكن يكون في مشقة شديدة، والشريعة أيضاً جاءت بالتيسير ودفع المشقات عن الناس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة وقاعدة من قواعدها المعروفة: المشقة تجلب التيسير، والمقصود بها المشقة الخارجة عن القدر المعتاد في الغالب للإنسان، وإلا كل عبادة وكل تكليف تلازمه مشقة، ولكن هذه المشقة لا تكون خارج عن الحد المعتاد أو لا توقع الضرر بالإنسان، الإنسان يكون قادراً على تحملها. ومن مقاصد الشريعة مراعاة الحاجيات، والمقاصد كما هو معروف تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. التحسينية تأتي في المرتبة الأخيرة، وهي التي لا تصل إلى مرتبة الضرورة ولا مرتبة الحاجة، لكن تصل بالإنسان إلى الأفضل في المأكل أو المشرب أو الملبس، وهذه أيضاً الشريعة سعت إليها وجعلتها من مقاصدها، وأباحت للإنسان أو استحبت له فعل كثير من الأمور التي تدخل في هذا المجال. فهذا أيضاً من الأصول والقواعد التي يعتمد عليها العلماء في بيان أحكام هذه النوازل. وأيضاً غني عن القول أن الكلام في كل مسألة من هذه المسائل بتفصيل كبير أمر يحتاج إلى وقت طويل، وهذه المسائل فيها بحوث وكتب وتحتاج النقاش فيها إلى وقت طويل، لكن يكون بالمقدار الذي يجلي الفكرة والصورة وبيان الحكم، وبصورة يعني تكون واضحة ومختصرة في ذات الوقت، ويكون هذا من باب التنبيه على هذه المسائل، ومن يريد التوسع فيها يرجع إلى الكتب المفصلة ويجد فيها التفاصيل المطلوبة. من المسائل التي كثرت في عصرنا الحاضر وأقدم الناس عليها كثيراً الجراحات التجميلية، وهذه الجراحات منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. وقد رجعت إلى كتاب مهم من الكتب المعاصرة عنوانه أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وهو أصله رسالة دكتوراه ومطبوعة وموجودة، والمؤلف بذل فيه يعني جهدا كبيرا وهو عالم له قدره.
وقد تطرق إلى أحكام الجراحة التجميلية وقسمها إلى قسمين: جراحة مباحة أو مشروعة، وسماها جراحة التجميل الحاجية. وبين في مستهل كلامه أن الأطباء يقسمون الجراحة التجميلية إلى قسمين: القسم الأول اختياري، وسيأتي الحديث عنه لاحقاً، والقسم الثاني يقولون عنه ضروري. ولكن كلمة ضروري هنا ليست باصطلاح السادة الفقهاء وتقسيم الضرورة والحاجة، لكن يقصدون بها التي يكون الإنسان محتاجاً إليها أو تمس حاجته إليها، مع العلم بأن السادة الفقهاء يتساهلون في إطلاق الحاجة أو الضرورة على الحاجة. كثيراً ما يقع هذا، والعكس أيضاً يقع في بعض كلامهم، فأحياناً يقصدون بالحاجة ما يعم الضرورة والحاجة معاً. إذن هذا القسم، هذا القسم الذي يسميه الأطباء ضروري، أي أن الإنسان يكون محتاجاً إليه حاجة ماسة. المؤلف يقول: يشتمل على عدد من الجراحات التي يقصد منها إزالة العيب في جسم الإنسان أو عضو من أعضائه، وهذا العيب يكون نقصاً أو تلفاً، أحياناً يكون تلفاً للعضو أو جزء منه، أو تشوه شديد فيه. فهذا النوع من الجراحات يتعلق بإزالة هذه العيوب، وهو قسم العيوب إلى قسمين. قال: عيوب خلقية تكون في جسم الإنسان بسبب منه ليس بسبب خارج، مثل العيوب التي يولد بها الإنسان كالشق في الشفة العليا مثلاً، والتصاق أصابع اليدين والرجلين. والضرب الثاني منها العيوب التي تنشأ من الآفات المرضية التي تصيب الإنسان، مثل انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة فتنحسر عن موضعها وتصبح الأسنان بارزة وتصبح مضايقة للإنسان ومسببة للألم. وأيضاً هناك عيوب تكون مكتسبة وطارئة بأسباب خارجة عن البدن، مثل ما يقع للإنسان في الحوادث والحريق ونحوها، مثل الكسور التي تصيب الوجه أو جزء من أو عضو من الأعضاء بسبب حوادث السير، أو تشوه الجلد بسبب الحروق، أو القطع بسبب الآلات الحادة التي قد تقطع في جسم الإنسان وتترك أثراً، أو التصاق الأصابع، أصابع الكف أو القدم بسبب الحروق ونحوها. فإذاً هذا النوع من الجراحات وإن كان يسمى جراحة تجميلية، لكن الهدف منه هو إزالة هذه العيوب والأضرار التي تقع بجسم الإنسان. فهذه العيوب تسبب الضرر للإنسان، وهذا الضرر سبب للترخص في عمل هذا النوع من الجراحات، فهو ليس المقصود به فقط التحسين والتجميل للصورة، إنما المقصود به إزالة هذه العيوب التي يقع بها أو منها الضرر على الإنسان. وهذا الضرر قد يكون حسياً وقد يكون معنوياً، وذكرت جملة من الأمثلة على هذه الأضرار، ذكر منها الآلام التي تحدث من جراء تشوهات الحالب والأورام التي تصيب الحالب، الإنسان يتألم من جراء هذا الأمر، وكسور الوجه مثلاً. وأيضاً أحياناً تفوت مصلحة العضو الذي يصاب بمثل هذه العيوب والتشوهات، مثل التصاق الأصابع إذا كانت ملتصقة لا يستطيع الإنسان أن يستخدم يده مثلاً، أو لا يستخدم اليد على الوجه الأمثل واليسير له. كذلك الشق الموجود في الشفة هذا ممكن يؤثر على الأكل والكلام وغير ذلك. فإذاً هذه العيوب هي تدخل في المرض، وهي تدخل في الضرر الذي يقع بالإنسان، وهو انتهى إلى أنه يجوز للإنسان أن يقوم بالجراحات التجميلية لإزالة هذه العيوب. واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن هذا يعتبر من باب الحاجة، والبعض منه قد يعتبر من باب الضرورة إذا كانت تؤدي إلى توفير منفعة العضو، فهذا يدخل في باب الضرورة. أو إذا أخذنا الحاجة بالمعنى العام، فعندما لا يقوم الإنسان بإجراء مثل هذه العمليات فهو سيكون في مشقة شديدة،
فالألم مشقة، وسائر ما ذكر يعتبر مشقة، وهذا مرتبط بالحاجة. ويستدل على ذلك بالقاعدة التي يذكرها العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فالعلماء يعطون الحاجة حكم الضرورة، ولكن هذه القاعدة فيها تفصيل ولها ضوابط، لكن هذا يخرج عن المقصد من ذكر هذه المسألة. هي قاعدة فقهية معروفة، والعلماء يستدلون بها وينزلون الحاجة في بعض المواضع منزلة الضرورة، وحينئذ تكون الأدلة الدالة على إباحة المحظور عند الضرورة دالة على هذا الفعل الذي كان من مرتبة الحاجة ونزلت منزلة الضرورة. وإلى جانب الأدلة الدالة على مراعاة الشريعة لمقصد الحاجيات، أيضاً هذا الفعل طالما أنه أو هذه العيوب طالما أنها توقع الضرر بالإنسان، أيضاً الضرر يزال، والقاعدة الشرعية المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيزال هذا الضرر الذي يقع بالإنسان، ويكون مشروعا له أن يقوم بالعملية الجراحية التجميلية لإزالة هذا الضرر. ورد على إشكال قد يقع في الذهن، وهو أن هذا النوع من الجراحات يتضمن تغيير خلقة الله عز وجل، وجاءت الأدلة الشرعية تمنع من تغيير خلق الله عز وجل، ومنها الآيات والأحاديث: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات، وذكر المغيرات لخلق الله عز وجل. المؤلف يرى أن هذه الأدلة العامة يستثنى منها ما تدعو الحاجة إليه، أي يستثنى منها هذا النوع من الجراحات التي تسبب الضرر للإنسان، وتكون أدلة الحاجة هنا والضرر مخصصة لعموم هذه الأدلة. وأورد كلاما للإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم للواشمات والمستوشمات، قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، لأن الأدلة أيضاً الشرعية دلت على مشروعية التداوي، وهذه الأدلة تدل على استثناء هذا النوع من الجراحات التي بهذا النوع أو بهذا الهدف، وهو إزالة العيب. كذلك يقول هنا: التغيير ليس هو مقصوداً أصلاً، إنما جاء التجميل والتغيير تبعاً، القصد هو إزالة هذا العيب. أيضاً إزالة التشوهات والعيوب هذه المذكورة لا يعتبر تغييراً لخلق الله عز وجل، إنما هو إعادة العضو إلى ما خلقه الله عز وجل عليه. فالتشوه حدث وغير خلق الله عز وجل، أو العيب الخلقي الذي وجد في هذا العضو هو الذي غير، فحينئذ إذا عملت الجراحة فهي تعيد الشيء إلى ما خلقه الله عليه، فهي ليست تغييراً لخلق الله عز وجل. أيضاً بعض هذا العلاج كما قلت يدخل في أدلة مشروعية التداوي، مثل الإنسان الذي يصاب بحريق ويؤدي إلى تشوهات في عضو من أعضائه، فعندما يعالج الحريق من العلاج إزالة هذه الآثار والتشوهات، فهو مشروع من هذه الناحية. إذن هذا النوع الأول وسماه بالجراحة الحاجية، والحاجة هنا تكون بالمعنى العام الذي يشمل الضرورة والحاجة، فهذا لا حرج فيه. ولكن القسم الثاني سماه الجراحة التحسينية، جراحة التجميل التحسينية، فهي لا تكون لإزالة عيب من العيوب السابقة والتشوهات المذكورة، إنما يكون الإنسان بحالة جيدة وسليم الأعضاء، ولكن يفعل بعض الجراحات لزيادة الحسن والجمال، فلهذا سميت بالتجميلية التحسينية. فهي إما تكون لتحسين المظهر، مظهر الإنسان سواء كان في الوجه أو في الأذن أو في الأنف أو في غير ذلك، أو تجديد الشباب
وهذه يقوم بها الكبار في السن الذين عندهم بعض التجاعيد ونحوها، فيقومون بعملية الشد للجلد وغير ذلك لإزالة هذه التجاعيد، وحتى يبدو الإنسان في سن الشباب وهو قد تجاوز هذه المرحلة. فالقصد هنا من هذه الجراحات هو التحسين والتجميل، ولها أنواع كثيرة مثل تجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله، تجميل الذقن إن كان كبيراً أو لا يعجب الشخص، تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين أو تكبيرهما بحقن بعض المواد، تجميل الأذن، تجميل البطن بشد جلدتها وإزالة القسم الزائد إلى غير ذلك من هذا القسم الأول. والكبار السن تجرى عدة عمليات مثل تجميل الوجه بشد التجاعيد، واليدين أيضاً تجدد، يسميها قال الأطباء بتجديد شباب اليدين، وذلك بشد التجاعيد الموجودة في أيدي المسنين والتي قد تشوه جمالها. هذا النوع من الجراحات الأصل فيه التحريم والمنع، إلا إذا وصلت هذه الحالة إلى حالة مرضية في التجاعيد ونحوها، والأطباء قالوا أن هذا أصبح مرضاً ويؤثر على أداء العضو أو الإنسان. هذا سيأتي في القرار الذي في المجمع الفقهي نتناوله بعد قليل، فيه إشارة إلى بعض هذا. لكن الأصل في هذا النوع من الجراحات أنه ممنوع ومحرم، والأدلة كثيرة على ذلك، منها الأدلة السابقة التي حرمت تغيير خلق الله عز وجل، والآية الكريمة ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والحديث الشريف الذي فيه عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. فهذا كله يعتبر من التغيير لخلق الله. أيضا هذه الجراحات في كثير من الأحيان تتضمن صورا من الغش والتدليس، وهو محرم شرعا. فقالوا الشخص الكبير أو الهرم يظهر في صورة الشاب، والمرأة أيضا قد تفعل بعض هذا وتظهر بصورة غير التي هي فيها، فيكون في هذا نوع من الغش للأزواج أو للخطاب أو غير ذلك، فهذا يكون من المحظورات التي تتأتى من مثل هذا النوع من الجراحات. كذلك هذه الجراحات لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض الأمور المحرمة، فهي في الغالب تحتاج إلى التخدير، والتخدير الأصل فيه أنه محرم، لكن يباح للعلاج والجراحات الضرورية أو الحاجية لأجل الضرورة أو الحاجة. فيبقى ما عدا الذي دلت الأدلة على إباحته يكون محرماً، والقاعدة ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، والحاجة مثلها هنا لأنها تنزل منزلة الضرورة فتأخذ حكم الضرورة. فهو يباح للعلاج وللعمليات الجراحية التي يحتاج إليها الإنسان وتكون من باب الدواء المأذون به. أما للتجميل هذا غير مسموح به، بل الشرع ما عامن، فيكون التخدير حينئذ فيه حرمة أن يستخدم لشيء لم يبحه الشرع. أيضا بعض هذه الجراحات لا تخلو من الأضرار والمضاعفات، والأطباء بيّنوا هذا، وذكر المؤلف مثالا لها جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة السيليكون أو الهرمونات، فهذا يؤدي إلى حدوث أخطار كبيرة أحيانا، ويكون هذا الأمر أيضا ممنوعا، لأن ما يؤدي إلى الضرر ممنوع، والإنسان لا يجوز له أن يوقع الضرر بنفسه إلا إذا كانت هناك مصلحة من هذا الضرر راجحة على هذا الضرر. فإذا هذا النوع يكون الأصل فيه المنع. هناك قرار صدر بمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 18 في ماليزيا في سنة 1428 للهجرة الموافق سنة 2007 شهر يوليو. جاء في هذا القرار يقول بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله، أولاً تعريف الجراحة التجميل
ذكروا أنها هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين وتعديل شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر، مثل الالتصاق في الأصابع أو الأصابع الزائدة ونحوها. وذكروا جملة من الضوابط العامة التي تجب مراعاتها عند إجراء العمليات الجراحية التجميلية. أن تحقق الضابط الأول أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعاً، كإعادة الوظيفة مثل العضو أصبح لا يستطيع العمل، أو إصلاح العيب العيوب التي سبق ذكرها، وإعادة الخلقة إلى أصلها. إذن المصلحة المعتبرة هنا هي التي تزيل العيوب أو التي تزيل ما يمنع العضو من أداء وظيفته. ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، وهذا يقرره أهل الاختصاص الثقات الأطباء إذا قرروا أن هذه الجراحة فيها مصلحة وليس الضرر الذي فيها كبيراً، مصلحتها أكثر من الضرر فتباح، لكن لو كان الضرر كبيراً وأكبر من المصلحة لا يباح، للقاعدة المعروفة في الشريعة قاعدة المصالح والمفاسد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولكن هذا حين التساوي، إذا تساوت المصلحة والمفسدة تقدم. أما لو كانت المفسدة أكبر فهنا اتقاء الضرر الأشد، هذا أمر لا بد منه، لأن المقاصد الشرعية ومقاصد الشريعة تعود إلى جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. أن يقوم بالعمل طبيب أو طبيبة مختص مؤهل، وهذا من الأحكام المقررة في مجال الطب أنه لا يجوز أحد أن يقدم على العمل الطبي إلا إذا كان مؤهلاً تأهيلاً علمياً، واليوم هناك شهادات تعطى وتراخيص تمنح من الجهات المختصة، لا يجوز أن يمارس الإنسان هذه الأعمال بدونها. أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض، لا بد من موافقة المريض الذي يريد الجراحة. أن يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن سيجري العملية بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة، لأن كثيراً من هذه الجراحات تترتب عليها أضرار، لا بد أن يبصر بها المريض وأن يكون أو الشخص الذي يرغب في إجراء الجراحة أن يكون عالماً بها. أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيراً ومساساً بالجسم من الجراحة. لو كان هذا الأمر يعالج بأي طريق آخر غير الجراحة، بالليزر أو بالأدوية أو بالعلاج الطبيعي أو بغير ذلك من العلاجات، فلا يلجأ إلى الجراحة، لأن الجراحة أيضاً فيها خطر وضرر، وفيها استخدام التخدير الذي قلنا الأصل فيه التحريم والمنع، وأحياناً يكون فيها كشف للعورات وهو محرم، فلا يلجأ إليها إلا إذا تعينت طريقاً لإزالة هذه العيوب والأضرار. أما لو وجد طريق أخف منها ضرراً فهو الذي يسلك، ودائماً القاعدة الفقهية أنه يرتكب الضرر الأخف، إذا وجد الضرران يرتكب الضرر الأخف بناء على المقصد الشرعي المعروف. أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات إلى غير ذلك. ثالثاً الأحكام الشرعية، قالوا يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية، أي التي تدعو إليها الضرورة أو الحاجة، وهذه التي دخلت في القسم الأول الذي ذكره الدكتور الشنقيطي حفظه الله، والتي يقصد منها ما يلي: إعادة شكل أعضاء الجسم للحالة التي خلق أو خلق الإنسان عليها، يعني إذا كانت هناك تشوهات أو عيوب ولد بها الإنسان فتجعل هذه الجراحة، أو أصابته بعض التشوهات من الحريق أو غير ذلك، تجرى هذه الجراحة لإعادة العضو إلى الشكل الذي خلق عليه. إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم إذا كان التشوه والعيب يؤدي إلى عدم القيام بوظيفة العضو، فحينئذ يزال هذا ليقوم العضو بوظيفته، لأن الله عز وجل خلق العضو للإنسان لينتفع به. إصلاح العيوب الخلقية مثل الشفة المشقوقة وعجاج الأنف الشديد، لا يكون العجاج خفيفاً، العجاج الخفيف ليس أمراً يعني يسبب ضرراً أو مرضاً، والوحمات والزائد من الأصابع والأسنان، لأن هذه الزيادات أحياناً تؤثر على أعمال العضو وقد تؤذي الإنسان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر،
أما لو كان الأمر سهلاً ولا يؤثر شيئاً فلا يكون هذا من باب الضرورة ولا من باب الحاجة، يكون فقط من باب التحسين والتجميل. إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، إذا استؤصل يحتاج الأمر إلى أن يعاد تشكيله، إلى غير ذلك مما يدخل في هذا، وزراعة الشعر حال سقوطه خاصة للمرأة، هذا كله من الأمور المباحة. إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً. لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، العلاج كما قلنا إما أن يكون من باب الضرورة أو من باب الحاجة، أما تحسين المظهر والشكل أو أن يظهر الإنسان في سن أقل من السن الذي هو فيه في الحقيقة، هذا لا يبيح الجراحة التجميلية. قال القرار: لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعاً للهوى والرغبات، بالتقليل للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، البعض يغير وجهه حتى لا تعرف صورته ولا يقبض عليه إذا كان مجرماً مثلاً، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات، إلى غير ذلك. أيضاً يقول القرار: يجوز تقليل الوزن التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة شفط الدهون، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، أما إذا لم يشكل حالة مرضية فلا يلجأ إلى هذا النوع من الجراحات، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة، لأن الجراحة كما قيل قبل قليل فيها أضرار كثيرة وفيها محظورات شرعية تباح عند الضرورة أو الحاجة، إذا لم يكن الأمر مرضياً فيعالج بالطرق الأخرى، بالحمية أو بغيرها من الوسائل الطبية أو الأدوية المناسبة. فتجوز الجراحة في هذه الحالة، قال: إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم يكن هناك وسيلة غير الجراحة، بشرط أمن الضرر، أن لا تؤدي الجراحة إلى ضرر بالإنسان. أما إذا وجد ضرر كبير يفوق المصلحة المتوخاة، فحينئذ إزالة الضرر تكون مقدمة قطعاً، أو إذا تساوى الضرر والمصلحة فحينئذ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا عند أكثر العلماء، ولكن الشيخ العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يرى هنا التخيير، إذا تساوت المفسدة والمصلحة يقول يخير الإنسان طالما هناك تساوي. ذكروا أيضا ما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالمرأة، قالوا يجوز رد غشاء البكار الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا ردقه إذا كان بسبب ارتكاب الفاحشة سداً لذريعة الفساد والتدليس، على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل، فالدين النصيحة. وجاء التوصية منهم للمستشفيات والعيادات والأطباء بالالتزام بتقوى الله عز وجل، وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات، لأن البعض يدفع المال ويغري الطبيب أو المستشفى الخاص بإجراء هذه العمليات التي لا تجوز، وهي التحسينية التي لا تدخل في باب العلاج على الوصف السابق. على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية، خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وأن لا ينساقوا لإجرائها لمجرد الكسب المادي دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجوا إلى شيء من الدعاية التسويقية المخالفة للحقائق. وهذه الآن توجد بكثرة هذه العمليات، والناس يدفعون فيها أموالاً كثيرة، والبعض قد يجهل الحكم الشرعي فيها. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. هناك أمر آخر له علاقة بصورة ما بهذا وبالعمليات التي تجرى في عصرنا الحاضر، خاصة مع تطور العلوم الطبية، وأصبحت هناك عمليات جراحية كثيرة تجرى لتغيير خلقة الإنسان، وهذا كان محل سؤال من بعض الحاضرين الكرام أمس، لكنه لأظن ما جاء اليوم ربما. هو سأل عن تغيير الجنس، والمقصود به هنا أن يغير الذكر إلى أنثى، يغير شكله، تزال منه أعضاء الذكورة وتجعل له أعضاء أنثوية، والعكس كذلك،
الأنثى تزيل الثديين مثلا وتبنى لها بعض الأعضاء الذكورية، وهذه العمليات أصبحت تجرى في الغرب وتجرى في بعض أجريت في بعض البلاد العربية. وإذا أجريت هذه العملية يحتاج الإنسان إلى علاج هرموني ونفسي لأن تحول يعني نوعه، لكن قالوا حتى لو أجريت هذه العمليات فالإنسان لا يستطيع الإنجاب بعد ذلك، يعني الذكر لا يستطيع أن ينجب ولا الأنثى، فالتحول هذا يكون فقط في الشكل وفي بعض الأعضاء. هذه الجراحات بعض الباحثين يقسمها إلى أنواع. النوع الأول هو تغيير الجنس لمجرد الرغبة والميل لأن يصبح الإنسان من الجنس الآخر، وهذا أمر نفسي وهو مرضي بالتأكيد. النوع الثاني يكون في حالة الخنثى، والخنثى عند الفقهاء يذكرونه هو الشخص الذي توجد فيه آلات الذكور وآلات الإناث، يعني يكون له الآلتان، ولكن الأطباء والعلماء أيضا يذكرون أنه لا تعمل الآلتان، والفقهاء ذكروا اجتهادات كثيرة في تبيين حاله وفيما يتعلق بالميراث وغير ذلك من أبواب الفقه مما يخرج عن كلامنا في هذا الموضوع. ومنه الخنثى الذي يعرف حاله، فإذا عرف أن حاله أنثى فهو يعامل معاملة الأنثى، وإن عرف أن حاله أو حاله أنه ذكر يعامل معاملة الذكر. وهناك المشكل هو الذي لا يستطيعون معرفة حاله هل هو أنثى أو ذكر، وله اجتهادات أو لهم اجتهادات في توريثه، لكن الآن الطب الحديث يستطيع في معظم الحالات أن يعرف، لأن وجود عضو من الجنس الآخر مثل وجود عضو الذكري في الأنثى أو العكس هذا أحيانا يكون نوع من العيوب والتشوهات فقط، وهم يقومون بالفحوص الكافية للغدة داخل الجسم ولبعض الهرمونات التي في جسم الإنسان ويتوصلون إلى معرفة حقيقته. فلو وجد أن هذه الأعضاء التي من غير جنسه مثل أنه في الأصل هو أنثى وتوجد بعض الأعضاء الأخرى، هذه تزال وتكون من باب العيوب التي ذكرت في الجراحة المشروعة، فهنا تزال وهو يمارس حياته الطبيعية وما فيه تغيير هنا لخلق الله عز وجل، ولا تغيير له من ذكر إلى أو من أنثى إلى ذكر، إنما هو في الأصل أنثى، وجدت بعض العيوب والتشوهات الخلقية تزال ويمارس حياته الطبيعية، وهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجبا شرعا. هناك تغيير جنس الأنثى الحقيقية، وقالوا هي حالة نادرة عند الأطباء، هي اللي يكون فيها فعلا يعني يوجد فيها جهازان، جهاز للأنثى وجهاز للذكر، وهذه بعض القرارات أو سنتطرق إلى قرار المجمع ربما أشار إليها في قضية هذه، لكن الكلام يكون عن النوع الأول بالدرجة الأولى، وهو الذي يدخل في الجراحة الممنوعة شرعا، أن يغير الإنسان نعم حاله من أنثى إلى ذكر أو من ذكر إلى أنثى، هذا أمر محرم تحريما قاطعا، والأدلة كثيرة منها الأدلة السابقة التي دلت على تحريم تغيير خلق الله عز وجل، هذا تغيير لخلق الله عز وجل وحرمه القرآن الكريم، وقال الله عز وجل ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات. فإذا كان لعنت هؤلاء النسوة لهذه التغييرات القليلة فما بالك بالتغيير الكبير هذا الذي يتم من باب من هذه الجراحات. كذلك فيه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا مما منعه الشرع الحنيف وشدد فيه النكير. كذلك فيه كشف ولمس للعورات بدون حاجة، بدون ضرورة ولا حاجة، بل هو ممنوع أصلا، فالأصل في العورة أنه لا يجوز النظر إليها ولا يجوز كشفها من الطبيب أو الطبيبة، حتى من الطبيبة للمرأة ولا من الرجل للرجل إلا لضرورة علاجية أو حاجة، وهذا ليس من ذلك بل هذا أمر محرم أصلا، فإذا كان الشيء محرما فالوسيلة إليه تكون محرمة. إلى جانب الأضرار البدنية التي قد تصيب الإنسان من جراء هذا الفعل،
هناك قرار صادر من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب سنة 1409 الموافق 19 فبراير 1989، وقد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس، وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي: الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل، وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله مخبرا عن قول الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا: أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه للغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات، لأن هذا مرض والعلاج يقصد منه الشفاء وليس تغييرا لخلق الله عز وجل، بل هو إعادته للخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. والتغليب هذا يرجع فيه للأطباء، كما قلنا اليوم الأطباء يستطيعون معرفة الإنسان بصورة قاطعة من أي نوع هو بالفحوصات المتعددة المتيسرة. أيضا مما له صلة بأعضاء الإنسان هو الانتفاع بأعضاء الإنسان للعلاج لشخص يحتاج إلى هذا، سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا، وهو ما يعرف بالتبرع بالأعضاء، لأن الحكم الشرعي أنه لا يجوز أن تباع أعضاء الإنسان، لأن هذا فيه امتهان لكرامته، ولأن هذا سيسبب كثيرا من الجرائم إذا كانت تباع وتباع بأسماء قالية، تنشأ العصابات التي تقوم ب سرقة الناس والأطفال واستخدام أعضائهم للتجارة. فهي اشتهرت هذه المسألة بالتبرع بالأعضاء، ومن القرارات التي صدرت من المجمع الفقهي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الرابع بجدة في صفر سنة 1408 الموافق 1988، يقول: بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع، فرضه التقدم العلمي والطبي. الآن في عصرنا الحاضر أصبح من اليسير نقل كثير من هذه الأعضاء والانتفاع بها، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية، لا تخلو أيضاً من بعض الأضرار إذا مورست هذه العمليات بدون مراعاة الضوابط الشرعية، لأن الضوابط الشرعية الهدف منها هو منع الضرر وتجنب الأشياء المحرمة والمضرة أو المفسدة. والقرار بيّن بعض التعريفات التي سيرد ذكره أسمائها في أو تعريف بعض المصطلحات التي سيرد ذكرها في القرار. قال: يقصد بالعضو هنا أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرينة العين، سواء كان متصلاً بها أو منفصلاً، حتى لا يظن أن العضو فقط هو اليد أو الرجل أو العين أو كذا، فممكن يكون أنسجة أو يكون دماء أو يكون خلايا تؤخذ من إنسان إلى آخر، أو من الإنسان نفسه إلى جزء آخر من جسمه. الانتفاع بهذه الأعضاء محل البحث هو الاستفادة التي دعت إليها الضرورة لاستبقاء أصل الحياة،
عن الإنسان إذا لم ينقل له هذا العضو قد يموت. فالحفاظ على الحياة أو على عضو من الأعضاء هذا يدخل في الضرورة، فإذا لم يرتكب الإنسان الأمر المحرم حين الضرورة هذا قد يعرضه إلى فوات نفسه أو عضو من أعضائه. أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر، هذا يدخل في الأعضاء والضرورة، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً. ثم بعد ذلك ذكر القرار الأحكام المتعلقة بهذا، قال: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه. يحتاج الإنسان أحياناً إلى أن يرقع جلده بجزء من الجلد من منطقة أخرى أو خلايا من منطقة أخرى، لكن قبل أن أستعرض ما ذكره المجمع تجدر الإشارة إلى أن بعض الأحكام المتعلقة بهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فبعض العلماء المعاصرين يمنع نقل الأعضاء والتبرع بها، وبعضهم يفصل يفرق بين الحي وبين الميت، وبعضهم أجاز في الحي ومنع أن تنقل أعضاء الميت حتى لو كان أذن أو وافق. فهذه الأمور كما قلت هي محل خلاف، ولكن القرارات هذه التي تصدر من المجامع إما بالاتفاق أو بالأغلبية لها اعتبار ووزن، ولكن هي ليست ملزمة لأحد، وليست هي أحكاما قطعية، وليس هي إجماعا كما بينت في بداية الحديث، ولكن هو اجتهاد له وزنه كونه صدر من هيئة علمية عن طريق التشاور والتداول، هذا يكون أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، تضافر عليه عدد كبير من علماء الشريعة ومن أهل الاختصاص. فالفتوى الفردية أحيانا لا تكون بهذا المستوى، لكن لا يمنع أن يكون رأي الفرد صحيحا من حيث النظر أو من حيث المعرفة بهذا الأمر، ويكون تكون المسألة خلافية وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأحكام أو المسائل الخلافية. المجمع يقول: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع في هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها للقاعدة السابقة، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود مثل فقد أحد الأعضاء، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له مثل بعض أجزاء العين تعاد ليعاد البصر إلى العين، أو لإصلاح عيب ويدخل هذا فيما سبق، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، لأن العضو عندهم يشمل الجلد والدم والأنسجة، لم يكون يعني عندهم مقصورا فقط على الجوارح المعروفة اليد والرجل والعين ونحوها. فالأمور التي تتجدد تلقائيا ليس فيها ضرر على المتبرع أو الذي تؤخذ منه، فالجسم يقوم بالتعويض كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، لا بد أن يكون عاقلا بالغا رشيدا يستطيع أن يأذن بهذا، وتتحقق الشروط المعتبرة. ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان إنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. يعني لو كان هناك إنسان مريض واستؤصلت عينه لسبب ما، والقرنية في هذه العين صالحة لأن تنقل لإنسان آخر عنده إشكال في هذه القرنية أو تلفت قرنيته، فلا حرج في أن ينقل هذا الجزء إلى إنسان آخر ويستفيد من هذا العضو، لأن الشخص الذي نقلت من عينه هذه القرنية هو الآن ليس بحاجة إلى هذه العين، وهي استؤصلت هو لا يتعلق له بها أمر أو مصلحة. يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر، لا يجوز إهلاك إنسان لاستبقاء حياة إنسان آخر. خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله أو زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العين أو العينين كلتيهما، لأنه لو نقلت منه قرنية العينين فسوف يصبح أعمى غير مبصر، لا يجوز هذا. يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته، يكتب وصية أنه إذا توفي فهو متبرع بأعضائه أو ببعض أعضائه، أو أن يكون الإذن من ورثته بعد موته، الورثة لهم الحق
على رأي من يقول هذه الحقوق تنتقل إلى الورثة فهم يرثون هذا الحق ويأذنون، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له، قد لا يكون معروفا أو لا يعرف من ورثته أو ليس له ورثة، فحينئذ الحاكم هو الذي يأذن للقاعدة الفقهية السلطان ولي من لا ولي له، الحديث أظن السلطان ولي من لا ولي له، فهو بعموم ولايته على المسلمين يتولى هذا الأمر. لكن لو وجد الورثة هم مقدمون، لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، فولي الصغير أولى برعاية شؤونه من القاضي ومن الحاكم، فالولاية الخاصة تكون مقدمة على الولاية العامة. إذا لم توجد الولاية الخاصة يدخل الأمر في الولاية العامة. سابعاً، وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، لا يجوز أن يباع عضو الإنسان، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، وهذا فيه إهدار لكرامة الإنسان وفيه تشجيع للإجرام والاعتداء على الناس للاستفادة من أعضائهم كما مر. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر، وبعض الاجتهادات باحت هذا، لأنه إذا وصل الأمر إلى حالة الضرورة، وسيأتي ربما في كلامنا عن الدم، إذا وصل الأمر إلى حالة الضرورة فالقاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة سليمة دل عليها القرآن الكريم، فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما إذا كان الإنسان يعطي هذا من باب الإحسان أو المكافأة أو رد الجميل فهذا يعني يجيزه البعض من العلماء، كما سنقرأ هذا فيما يتعلق بالدم بعد قليل. أيضا هناك قيد على الأعضاء التي تنقل، جاء في القرار المتعلق بزراعة الأعضاء التناسلية في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في سنة 1410، جاء في هذا القرار يقول أولاً زرع الغدد التناسلية، بما أن الخصيط والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعا، يعني لا يجوز أن تنقل هذه الأعضاء، لأنها لو نقلت فهي ستنقل صفات الإنسان الأول الذي نُخِذت منه، فحينئذ لا تنقل، لأن هذا سيؤدي إلى اختلاط الأنساب واشتباهها ويؤدي إلى مفاسد الشرع يمنع منها، ومن مقاصد الشريعة القراء المحافظة على النسب، فإذا لا يجوز نقل هذا النوع من الأعضاء. ثانيا، زرع أعضاء الجهاز التناسلي، زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية وهي التي سبق ذكرها ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة، يجوز أن تنقل، لكن العورات المغلظة أيضا هم منعوا من نقلها. إذن الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثية هذه لا يجوز نقلها لإنسان آخر، لأنه إذا أنجب فهذا الإنجاب سيكون فيه اختلاط للأنساب، وكذلك العورات المغلظة هم نهوا عنها، وإن كان هذا قد يكون محل نظر ودراسة إذا وجدت ضرورة، ربما يكون الأمر فيه اختلاف، لكن قد لا يتصور فيها الضرورة، هذا أمر يعاد فيه إلى الأطباء وأهل الخبرة، هم الذين يحددون إن كان هذا الأمر فيه ضرورة أو لا، إن وجدت ضرورة فيدخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. على كل حال قرار المجمع هذا نصه يقول زرع أعضاء الجهاز التناسلي، زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 لهذا المجمع. هناك قرار ذكر هذه الضوابط وهو من مجمع آخر، قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في سنة 1405 بشأن زراعة الأعضاء،
هو أجاز الزراعة، ولكن ذكر بعض الضوابط من الضروري أن تذكر في هذا المقام. جاء في هذا القرار: أولاً، إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، أو إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توفرت فيه الشرائط التالية: ألا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله. لكي نعالج هذا المريض لا يكون هذا يعني على حساب إنسان آخر ونوقع به أيضاً المرض والضرر. فإذا كانت الزراعة هذه أو أخذ هذا الجزء يؤدي إلى ضرر به فلا يؤخذ منه منعاً لهذا الضرر وعملاً بهذه القاعدة. الضرر لا يزال بضرر مثله أو بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ممنوع على الإنسان أن يفعل ما يؤدي به إلى الهلاك والضرر الشديد، فهذا يكون أمراً غير جائز شرعاً. أن يكون الضابط الثاني والشرط الثاني أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. لا يجوز أن يكره إنسان على التبرع بعضوه بعضو منه لإنسان آخر، وهذا من الأحكام المقررة. أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. يعني لو كانت هناك وسائل أخرى للعلاج لا يلجأ إلى نقل الأعضاء، لأن هذا الشيء أباحته الضرورة أو الحاجة الشديدة، فلا يكون حينئذ هناك مسوق له. إذا بالإمكان العلاج بأي وسيلة أخرى من الوسائل الجائزة فلا يلجأ إلى النقل أو الزراعة، لأن هذا فيه أضرار وهو خلاف الأصل، خلاف الأصل الذي هو مقرر من المحافظة على بدن الإنسان، وهذا من الأمور التي لا تعود إلى اختياره، إنما الشرع ألزم بها. أن يكون نجاح كل من عمليتين النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. يعني الأطباء يقولون هذه، يعرفون هم نسب النجاح حسب الدراسات التي عندهم، فيكون الغالب أن هذا الأمر سينجح أخذه من المتبرع وزرعه في الشخص المتبرع له. تعتبر جائزة شرعاً بطريق الأولوية كل من الحالات التالية: أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاً وقد أذن بذلك حال حياته، والبعض أجاز أن يتبرع الورثة أو أن يتبرع ولي أمر المسلمين، أو يأذن إذا لم يكن له ورثة أو كان مجهول الورثة. أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه. أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذه قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك. وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية إلى غير ذلك. وهناك أحكام أيضا هي محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بطهارة هذه الأعضاء التي تؤخذ، لكن بعض الباحثين ذكر فيما يتعلق بالطهارة لبعض الأجزاء مثل العظم، بعضهم يقول يعني الراجح عند أكثر العلماء أو عند المذاهب أنها جائزة أو أنها ليست نجسة، وتوجد أقوال في الفقه عند الفقهاء القدامى ذكروا أنها نجسة والبعض لا يجيز، لكن نحن بصدد ذكر القرار في الجملة. والقرار يشتمل على نقل الدم، لأنهم في تعريف العضو قالوا كل شيء يؤخذ من الإنسان مثل الأشياء التي تتجدد كالدم والجلد ونحوها. وبعض الباحثين وهو الدكتور يحيى سعيدي عنده كتاب اسمه التقعيد الفقهي وأثره في الاجتهاد المعاصر، المعاملات المالية والمسائل الطبية المعاصرة أنموذجاً، قال: أباح كل من تعرض للفتوى في هذه القضية، أي قضية نقل الدم عند الضرورة،
أنه إذن يعني من وقف هو على آرائهم من العلماء المعاصرين الذين تكلموا في نقل الدم عند الضرورة كلهم أجازوا هذا الأمر لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن ذكروا شروطا لهذا الجواز، منها أن يكون المريض محتاجا لنقل الدم وهذا أمر يقدره الأطباء، أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به لأنه إذا وجد البديل فلا يلجأ إلى هذا الأمر، أن لا يتضرر الشخص المأخوذ منه الدم بأخذه، أن يقتصر على مقدار الحاجة للقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها. وذكر من المسائل المتعلقة بالدم حكم شرائه عند الضرورة، لأن أحيانا الإنسان يكون عنده مريض محتاج لهذا في بعض الأحيان أو البلاد وقد لا يجد عن طريق التبرع، فهل يجوز أن يشترى؟ لأن الأصل في الدم أنه محرم بيعه، لا يجوز بيعه حينئذ، لكن إذا كان الإنسان وصل إلى حالة الضرورة فلا تثريب عليه إذا لم يجد وسيلة أخرى. وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة في مكة بتاريخ 1409، أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى بيع الدم فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه. وقد صح في الحديث إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما صح عنه أنه نهى عن بيع الدم. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، قد لا يجدون أحد يعطي إلا بمقابل، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ. الشخص الذي رفض أن يعطي تبرعا وأراد أن يأخذ العوض حرام عليه أخذ العوض، لأن الأصل في هذا الدم أنه محرم بيعه وشراؤه فلا يجوز له أن يأخذ، لكن المشتري مضطر والمضطر يباح له ارتكاب المحرم، فإذا هو في هذه الحالة لا بأس. وقالوا ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة، وهذا ربما يدخل في عموم الأدلة، من عمل لكم معروفا فكافئوه، وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يثيب على الهدية يعطي يعني مقابل لها أو يعطي هدية أخرى، وهذا من سنته وخلقه الكريم. قال القرار ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات. هنا هو تبرع به، لأن الهبة تمليك بدون مقابل، تبرع من الإنسان، ولكن البيع والشراء لا يجوز في هذا الأمر إلا عند الضرورة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ما جئت بساعة. طيب، مسألة من المسائل الحيوية في نظري في هذا العصر، ولها علاقة أيضا بالتطور الطبي، هي ما يتعلق بالإجهاض. والإجهاض تناوله الفقهاء الأقدمون وبيّنوا حكمه، ولكن طرأت بعض الأمور الطبية من تطور الوسائل الطبية وتقدمها مما جعل هناك سبباً لإعادة النظر في بعض الأحكام السابقة المتعلقة بالإجهاض، بناء على القاعدة المعروفة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. والمقصود بالإجهاض هنا عند العلماء هو أنه يخرج الجنين قبل أن يصل إلى سن الولادة الطبيعية المعروفة. وتعريف الفقهاء والأطباء في لهذا الإجهاض هو تعريف متقارب، فعند الأطباء قال الطبيب فلاح خليفة اختصاص الأمراض النسائية والتوليد، والتعريف الأولى للإجهاض والذي تعتمده منظمة الصحة العالمية هو الذي يتم قبل 20 أسبوعا من الحمل،
وهو لا يكون قابل للحياة عادة. من المسائل التي لها تعلق بهذا أن الفقهاء رحمهم الله عز وجل متفقون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وأقصد الفقهاء القدامى، ولم يقع منهم استثناء في هذا، وسنتكلم عن هذا بعد قليل بإذن الله. والعلماء الأقدمون أيضا مجمعون على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما من حدوث الحمل، وهذا الإجماع حكاه القرطبي رحمه الله بقوله: لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120 يوما، وذلك تمام 4 أشهر ودخوله في الخامس كما بيناه في الأحاديث. جاءت أحاديث في هذا كثيرة، وكذلك حكاه النووي وابن حجر. لكن بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى نفخ الروح أن نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى من علوق الجنين في الرحم، ومنهم الدكتور محمد سليمان الأشقر وشرف القضاء وبعض العلماء. لكن الذي يظهر والله أعلم من الأحاديث وإجماع العلماء السابق أنه يكون بعد 120 يوما. هناك مسألتان فيهما مجال للاجتهاد فيما يتعلق بالإجهاض. المسألة الأولى تتعلق بإجهاض الجنين لإنقاذ حياة أمه. بعض العلماء السابقين تكلموا عن هذا الأمر وقالوا لا يجوز أن يجهض الجنين لإنقاذ حياة أمه، وعللوا لهذا بأن حياة الجنين يعني متحققة ومعروفة، وإنقاذ الأم أمر موهوم، يعني حسب معرفتهم الطبية في ذاك الوقت. يقول: هو ليس بالأمر المؤكد، فلا يمكن أن نذهب الحياة المؤكدة لأجل أمر هو متوهم. وهذا من الشروط التي تشترط في حالة الضرورة، أن تكون الضرورة يعني غالبة على الظن، يعني غالب تحققها، ولا تكون أمرا موهوما أو متوهما. بعض العلماء تكلم في هذا الأمر في هذا العصر، يقول بعد ما ذكر الكلام السابق أنهم عللوا لهذا الحكم أن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم، لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح حيا. لكن التطور الكبير في المجال الطبي مكن الأطباء من التأكد من الأخطار التي تحيط بحياة الأم إذا استمر الحمل، مما لم يكن متاحا في الزمان السابق، وهذا فتح المجال أمام الاجتهاد في هذا الحكم. يقول بعض العلماء المعاصرين، منهم الطبيب أحمد الجابري اختصاص الأمراض النسائية والتوليد: هناك ضرورات قد تحدث حتى بعد الشهر السابع، ومثال ذلك امرأة حملت ولديها مرض قلب خطير، ولا يمكن أن تعيش باستمرار الحمل، يعني لو استمر الحمل سيؤدي هذا إلى موتها، وهذا أمر أصبح عند الأطباء مؤكدا. فبحث العلماء هذا الحكم وبعد أن تنفخ الروح، وقلنا العلماء القدامى قالوا لا يجوز، ونص بعضهم على هذا الحكم. لكن المعاصرون اختلفوا فيه على قولين. القول الأول يقول عدم الجواز، لا يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، حتى لو تأكد الأطباء أن استمرار الحمل سيؤدي إلى موتها لا يجهض هذا الجنين ولا يخرج، يترك وإذا ماتت تموت. ومن الذين قالوا به من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، قال إذا كانت مدة الحمل لم تكتمل بعد، واستدلوا بعدة أدلة، منها الأدلة العامة التي تدل على تحريم قتل النفس، مثل قول الله عز وجل: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أصبح نفسا لأن الروح قد نفخت فيه، هذا إذا كان بعد نفخ الروح. وقالوا أيضا إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع، الشرع لا يؤدي إلى قتل إنسان لحفظ حياة إنسان آخر. القول الثاني قال بالجواز، وهذا عليه كثير جدا من العلماء المعاصرين، قال به الشيخ جاد الحق رحمه الله ومجلس مجمع الفقه الإسلامي
تابع لرابطة العالم الإسلامي دورته 12 بمكة المكرمة، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في قراره الصادر في جلسته 7 بتاريخ 19 شوال سنة 1414 الموافق لعام 1994 ميلادية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بقرارها رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 هجرية، وأيضا قالت به لجنة الفتوى في الكويت بفتواها الصادرة في 29/9/1984، واللجنة العلمية للموسوعة الفقهية الكويتية. وإن كانت الموسوعة الفقهية الكويتية هي لم تتضمن الترجيح في الغالب ولا تتطرق للترجيح، لكن في بعض المسائل أحيانا يكون هناك تعليق من اللجنة العلمية في الهامش، فهم ذكروا هذا، وقال به عدد من الأساتذة والباحثين منهم الأستاذ عمر الأشقر والأستاذ محمد نعيم ياسين وعبد الفتاح بهيج وإبراهيم بن محمد بن قاسم ومصباح المتولي السيد حماد وعدد من الباحثين، يعني الأكثر من الباحثين والهيئات المعاصرة تقول بالجواز. واستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة الاستدلال بقاعدة ارتكاب خف الضررين، لأن هناك ضرران الآن، الإجهاض ضرر وفيه قتل لهذا الجنين وإعدام لحياته، وهذا ضرر وفي الأصل هو ممنوع ومحرم، وأيضا موت الأم أيضا ضرر، ولكن قالوا هنا الضرر الأخف هو إجهاض الجنين، أخف من، لأن حياة الأم متحققة، والجنين هذا قد يولد قد لا يولد، قد يموت قد يحدث له شيء، والوارد له من المنزلة على الولد ما هو معروف. فقالوا إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى، لأنها أصله وقد استقرت حياته، يعني هي حياتها مستقرة ومعروفة، وهو ما زال يعني في مرحلة لا تخفى. فقالوا فلا يضحى بالأم في سبيل جنين لم تستقل حياته وتتأكد. إلى الآن حياته، حتى بعض العلماء في الفقه الجنائي يقولون هو حي من وجه دون وجه، يعني فيه شبه من الأحياء ومن غير الأحياء، لما اكتملت حياته وما اكتملت أعضاؤه، بل هو في الجملة كعضو من أعضائها. وقد أباح الفقهاء قطع العضو المتآكل أو المريض بمرض لا شفاء منه حماية لباقي الجسم، يعني إذا كان الإنسان عنده عضو من الأعضاء، والآن يعمل هذا لبعض المرضى بالسكري ونحوها، بعض الأعضاء أحياناً تصل إلى مرحلة إذا لم تقطع سيؤدي إلى الانتشار المرض والتسمم في الجسم ويموت الإنسان فيقطع. فهم قالوا هو الآن بمثابة العضو منها، والعضو يجوز أن يقطع للحفاظ على حياة الأصل. ونوقشت هذه أدلة كثيرة الحقيقة ونقاشات كثيرة في هذا الأمر، لكن العلماء الذين أجازوا إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه لإنقاذ أمه اشترطوا لذلك شروطا، منها تأكد الخطر على حياة الأم من استمرار الحمل. بعض العلماء عبر بصيغة اليقين والجزم، يعني لا بد يكون هناك تأكد كامل من الناحية الطبية، لا بد أن يسأل الأطباء ويؤكدون هذا، أو أن يغلب على الظن، لأن التأكيد 100% أحيانا لا يكون متيسرا وممكنا، والشريعة تبني الأحكام على الظن القوي الغالب، يعني الاحتمال القوي أنها ستموت، يوجد احتمال آخر أنها قد تعيش، لكن هذا الاحتمال الثاني ضعيف، فيعمل بالاحتمال الأقوى بناء على خبرة الأطباء المختصين. الشرط الثاني ثبوت الخطر على حياة الأم بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين، لا بد من لجنة، لا يكفي في رأي طبيب أو طبيبين فقط، لا بد أن يكون هناك لجنة من الأطباء المعروفين بالحذق في عملهم وبالثقة والأمانة، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه أو مجلس المجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء، وهم لم يذكروا عددا لأعضاء هذه اللجنة، ولكن بعض العلماء وهو الدكتور عبد الفتاح إدريس من علماء الأزهر قال ألا يقل عن 2، فهو يقول هذا حكم شرعي أو يتوقف على هذا القرار حكم شرعي، فيعتبر فيه من يكون عدولا حاذقين ولا يقل عددهم عن
اثنين، ووافقه الدكتور مصباح المتولي السيد حماد، كأنهم يرون هذا من باب الشهادة أو كذا. ولكن الأفضل أن يكون أكثر من اثنين، يعني يكونوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، العدد الفردي يساعد في اتخاذ القرار عند الاختلاف. كلما كان العدد أكبر يكون تكون فرصة المدارسة والبعد عن الخطأ تكون أكثر. الشرط الثالث أن يتعين الإجهاض كوسيلة وحيدة لدفع الضرورة. أما إذا أمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى كالعلاج فلا يجوز الإجهاض، لأن الإجهاض الأصل أنه محرم وفيه ضرر كبير، فلا يلجأ إلى الأمر المحرم إذا وجد ما يزيل الضرورة بغيره. أن يغلب على ظن الأطباء حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين، أما إذا كانت حياتها مهددة بالخطر بسبب الإجهاض فلا يجوز ذلك، لأن الإجهاض نفسه قد يؤدي إلى الموت أو يكون فيه خطورة كبيرة، فحينئذ لا داعي للإقدام عليه. هذه المسألة تطرقت إليها في بعض البحوث، وترجح لدي ما ذهب إليه الأكثر من العلماء بأنه يجوز هذا الأمر بناء على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وما ذكره بعض العلماء السابقين رحمهم الله من أن حياة الأم موهومة أو أن هذا الخطر موهوم، هذا الآن زال، لأن الأطباء الآن عندهم دراسات وعندهم وسائل للفحص الطبي والمعرفة الطبية التي تمكنهم بأن إما أن يجزموا أو أن يكون ظنهم قريبا من التأكيد أن حياة الأم في خطر، لأنه الآن ترصد الحالات المتعددة للمرضى وتجرى بحوث ودراسات، وهناك أيضا فحوصات متقدمة كثيرة تستطيع أن تبين مثل هذا الأمر. هذا إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح، ومن باب أولى إذا كان قبل نفخ الروح، لأن قبل نفخ الروح مختلف فيه بين الفقهاء القدامى اختلافا كبيرا، منهم من قال مباح مطلقا بدون كراهة، منهم من قال هو مكروه إلا لعذر أو ضرورة، وبعضهم منعه وحرمه، فيه أقوال كثيرة، وبعضهم أجازه في مرحلة النطفة والعلقة أو كذا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بالإجهاض. المسألة الثانية أيضا المتعلقة به، وهي إجهاض الجنين المشوه. بعض الأجنة تقع بهم تشوهات كبيرة جدا، وإذا ولد هذا الجنين ستكون حياته تعيسة ويكون عبئا على أسرته، لأنه يحتاج إلى الرعاية الطبية ولا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، يحتاج إلى من يرعاه ومن ينظفه ويطعمه، ويحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة للعلاج، وهو لا يستطيع أن يعتمد على نفسه. وهذا الأمر في العصور الأولى لم يكن الأطباء بالمعرفة الكافية والمقدرة على تبين هذه التشوهات، لكن اليوم الأطباء يعرفون هذا ويدخلون إلى أو يقومون بتصوير هذا الجنين ويجرون بعض الفحوصات على الدم، ويتبين لهم مقدار هذه التشوهات وخطورة هذه التشوهات. هذه التشوهات يفهم من كلام الأطباء والعلماء المعاصرين أن تكون خطيرة، أي تشوهات كبيرة وذات أثر كبير ضار على حياة الجنين إذا ولد، فهي تمنعه من الاعتماد على نفسه إلى جانب الحاجة للعناية الطبية الفائقة، وهذا يسبب عبئاً كبيراً على الأسرة. أما لو كانت التشوهات يسيرة لا تؤثر في حياته فهذه لا تؤدي إلى إباحة الإجهاض عند من يقول به، كالعمى أو نقص أحد اليدين أو الصمم أو البكم، هذه أمور ممكن أن يتعايش معها الإنسان ولا تكون عبئاً، لكن المقصود التشوهات التي تكون مؤثرة تأثيراً كبيراً جداً وتجعله لا يعتمد على نفسه ويحتاج إلى رعاية وعناية طبية قد تكون بتكاليف مالية ليست متيسرة للأسرة. أيضا الشرط الثاني أن تكون غير قابلة للعلاج، لأن بعض التشوهات يمكن علاجها سواء كان في داخل الرحم أو بعد الولادة، فإذا كانت حينئذ ممكنة العلاج فلا داعي للإجهاض، ودائما الشريعة تأخذ بالأيسر أولا، ولا يلجأ إلى الأمر المحرم إلا إذا تعين لدفع الضرورة، أما إذا وجدت وسائل أخرى فلا يلجأ. اختلف العلماء المعاصرون، لأن هذه المسألة تعتبر من النوازل التي حدثت جراء التقدم العلمي الكبير ومعرفة ما في داخل رحم المرأة من جنين وحالته الصحية. أكثر العلماء أو العلماء الذين اطلعت على أقوالهم يحرمون
الإجهاض لأجل التشوهات بعد نفخ الروح، والمقصود التشوهات الخطيرة والتي لا يمكن أو التي يغلب على الظن أنها لا يمكن أن تتعالج. بل بعض الباحثين حكى إجماع العلماء المعاصرين على هذا، منهم الدكتور مصباح المتولي والدكتور بحمد إرفيس. لكن حكاية الإجماع فيها بعض الصعوبات، لأن الإنسان مهما اطلع لا يمكن أن يجزم بأنه اطلع على جميع آراء العلماء حتى العلماء الأقدمين. وهذا مقولة معروفة، يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، من الذي يكون استقرأ آراء جميع العلماء. لكن يمكن للإنسان أن يقول: ما اطلعت على مخالف في هذا حسب بحثي كذا. فمعظم العلماء أو الذين اطلعت على رأيهم أو اطلع عليهم على رأيهم هؤلاء الأساتذة يقولون هذا الأمر محرم، لا يجوز بعد نفخ الروح أن تجهض حياة الجنين. والهيئات العلمية أخذت بهذا، منها مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 بمكة المكرمة في سنة 1990 بقراره 4، كذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرار رقم 140، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في الفتوى رقم 2484 في سنة 1399 للهجرة، وكذلك الشيخ جاد الحق والدكتور محمد الحبيب بن الخوجة والشيخ عبد الله البسام والدكتور عبد الفتاح إدريس وعدد كبير من الأساتذة، واستدلوا بأدلة كثيرة للتحريم، منها عموم الأدلة الدالة على تحريم قتل النفس، وهذا نفس لأنه نفخت فيه الروح. والله عز وجل قال: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منها النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقالوا أيضا: هو صار إنسانا، والإنسان إذا كان مولودا وأصابته بعض التشوهات الخطيرة لا يقتل لأجل هذا، يعيش مع هذه التشوهات. فهذا كذلك إنسان بعد ما نفخت فيه الروح، إذا أصابته أو كان مصابا بهذه التشوهات فهذا لا يكون سببا لقتله، يعني بالقياس على الإنسان الحي المولود، مهما أصابه من تشوه أقعده أو سبب له الضرر لا يمكن أن يقتل، يقال أنه متشوه ويقتل. كذلك هذا الجنين هو إنسان الآن. نعم. هناك أدلة كثيرة ومناقشات لهذه الأدلة، يعني يكاد يكون الأمر ليس فيه خلاف، أو لم أطلع على خلاف في هذا الأمر أنه محرم وممنوع. أما إذا كان التشوه اكتشف قبل نفخ الروح فهذا ينبني على خلاف العلماء السابق في الإجهاض قبل نفخ الروح، منهم من منعه حرمه، ولكن من حرمه أيضا قال ليس الإثم فيه كالإثم في الإجهاض بعد نفخ الروح. فبعد نفخ الروح يكون قتل النفس محرمة، وقتل النفس من الكبائر كما هو معروف، لكن قبل نفخ الروح لا يعتبر هو بمثابة القتل، وإن كان ممنوعا ومحرما عند بعض العلماء، لأن فيه نوع من الحياة، والطب الحديث أثبت أن فيه حياة، يسميها بعضهم حياة نباتية، أي تشبه حياة النبات، وهو ينمو ويتطور من طور إلى طور، إذا لم تكن فيه حياة أصلا ما تطور من طور إلى طور. وهذا من أكثر ما اعتمد عليه المحرمون، ومنهم العلماء من أجازه، ومنهم من رأى أنه مكروه أو مكروه لغير عذر، أو أجازه في مرحلة دون مرحلة، مثل من يجيزه في مرحلة النطفة المرحلة الأولى. لكن أيضا المعاصرون من العلماء اختلفوا في إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح على قولين. القول الأول قال بالجواز، أي يجوز، وممن قال به مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 بمكة المكرمة كانت في سنة 1990 بقراره 4، وكذلك لجنة الفتوى في الكويت في الفتوى الصادرة بتاريخ 29/9/1984، والشيخ جاد الحق رحمه الله والدكتور محمد الحبيب بن الخوجة والدكتور عبد الفتاح بهيج وعدد من الأساتذة. واستدلوا على جوازه بعدة أدلة، منها قاعدة المفاسد والمصالح، فقالوا: إذا جاء الطفل مشوهاً
تشوها كبيرا لا يمكن علاجه، فهذا يسبب لأهله كثيرا من الصعوبات والآلام، وله هو أيضا، وهو يصبح عالة على غيره ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه، وفي هذا ضرر كبير ومشقة تتعلق به وبالآخرين من أهله وأسرته. ولو قارنا هذا الضرر وهذه المفاسد بالمفسدة المترتبة على إجهاضه فتكون المفسدة حينئذ أقل، فحينئذ نقدم المصلحة الأكبر على المصلحة التي هي دونها. فحينئذ المصلحة إذا كانت راجحة على المفسدة فالمصلحة تقدم، لأن البعض أحيانا يفهم قاعدة جلب المصالح أو جلب المصالح مقدما على درء المفاسد يفهمها على إطلاقها، يظن أن كل مصلحة أو كل مفسدة تدرى وتؤخر المصلحة. لا، المصلحة إذا كانت أرجح من المفسدة فالمصلحة مقدمة. وعند أكثر العلماء إذا تساوت المصلحة والمفسدة حينئذ يكون درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة. وحتى في هذه الحالة الشيخ العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يرى أن يخير الإنسان لأنها تساوت، كأنها تساوت. فلو كانت المصلحة في الإجهاض راجحة على المفسدة المترتبة على ولادته حيا بهذه التشوهات الكبيرة التي تعيقه وتجعله عالة على أسرته وتكلف الناس وهو تسبب له المشقة الشديدة، فحينئذ تكون المصلحة المقدمة مراعاة حينئذ، ولا ينظر إلى درء المفسدة حينئذ حتى لا يلتبس على الذهن أحيانا بأن هذا مخالف لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا من أهم ما استدلوا به. أيضا بعضهم ذكر أن الفقهاء أجازوا إجهاض، أو بعض الفقهاء أجاز إجهاض ولد الزنا لأنه نسبه ينقطع من أبيه. عند أكثر العلماء أنه لا يثبت النسب إلا إذا كان الإنسان ولد في نكاح صحيح أو فاسد، النكاح الفاسد المختلف فيه يعني يثبت فيه النسب إذا وقع الدخول. لكن الزنا عند أكثر العلماء إذا ولد منه مولود لا ينسب إلى والده، ينقطع النسب من أبيه. والبعض من العلماء أجاز إثباته إذا كانت المرأة غير فراش يعني ليست زوجة. فهم قالوا، بعض العلماء يقول يجوز الإجهاض حينئذ، والكلام هذا فيما قبل نفخ الروح، الحالة هذه كلها فيما قبل نفخ الروح. فقالوا لأن هذا فيه ضرر عليه إذا ولد بدون نسب، النسب تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة وحقوق من النفقة وأيضا من الناحية المعنوية، الإنسان إذا ما نسب إلى أحد الناس يعيرونه بهذا ويتأذى جدا، والميراث وغير ذلك من الحقوق الشرعية المترتبة على النسب. فإذا ولد بدون نسب هذا يكون فيه ضرر عليه كبير، فهم أجازوا أن يجهض هذا الجنين وقبل نفخ الروح ولا يولد، فمن باب أولى أن يكون هذا لأجل هذه التشوهات الكبيرة التي تسبب له الضرر المتواصل ولأسرته ولمن حوله، فيكون هذا من باب القياس الأولوي أو القياس المساوي إذا قلنا تساوي هذه الأضرار أو المفاسد. أيضا ذكروا أن بعض الفقهاء ذكر من الأعذار التي تجيز الإجهاض قبل نفخ الروح انقطاع لبن الأم، لأن بعض النساء إذا حملت ينقطع اللبن وهذا يسبب ضررا على الطفل، إذا خاص إذا ليس لوالده مال يستأجر به من ترضعه، أو أنه لا يقبل إلا ثدي أمه أو نحو ذلك. فبعض العلماء ممن قال يجوز أو يكره الإجهاض ولكن يجوز قبل نفخ الروح يجوز للعذر، ذكروا من الأعذار انقطاع اللبن، فقالوا يقاس هذا على ذلك فيكون دفع الخطر المترتب على هذه العيوب الشديدة يكون بمثابة قطية انقطاع اللبن، لأن انقطاع اللبن سيؤثر على الطفل الذي هي ترضعه، فإذا يكون هذا أيضا قاسوا أو طبقوا قاعدة ارتكاب أخف الضررين، فرأوا أن الإجهاض في هذه الحالة أخف ضررا من ولادته بهذه الصورة. هؤلاء المبيحون أيضا اشترطوا شروط
لجواز الإجهاض قبل نفخ الروح للجنين المشوه، قالوا أن يثبت ويتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة المختبرية التي تبين أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله. وهذا الشرط اشترطه المجمع الفقهي في قراره السابق ذكره، وكذلك لجنة الفتوى في الكويت. ولا بد من ثلاثة أطباء في فتوى اللجنة هذه، من ثلاثة أطباء اختصاصيين، يكون أحدهم على الأقل متخصصا في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة. طلب الزوجين أيضا هذا الشرط اشترطه المجمع الفقهي، لا بد من موافقة الزوجين على هذا الأمر، لأن لكل واحد منهما حقا في هذا الجنين، فلا بد أن يتفقا معا على هذا الأمر. ألا يترتب على الحامل خطر أشد من خطر الإجهاد، عملا بقاعدة اتقاء أشد الضررين بارتكاب أخفهما. هذا الشرط اشترطه الدكتور مسفر القحطاني، له بحث في هذا الأمر. فإذا كان الإجهاض يكون فيه خطرا أشد على الأم أو خطرا شديدا لا يجوز حينئذ. القول الثاني يقول بالتحريم، يقول يحرم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح، وقال به من العلماء المعاصرين الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، والدكتور عبد الفتاح إدريس، والدكتور شحاتة عبد المطلب، والدكتور مصباح المتولي، واستدلوا بأدلة منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وذكروا قصة الذي جرح فقتل نفسه فعجل بنفسه للنار، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت تبرما وضجرا، لأن هذا ينافي اليقين والتوكل والرضا. فإذا على الإنسان إذا كان عنده أصيب بجنين مشوه أن يحتسب ويصبر ولا يعجل بالموت، لأن النهي جاء عن التمني للموت، فما بالك بقتله، يعتبر هذا يعني قتلا له. أيضا يعتبرونه من الابتلاء الذي يؤجر الإنسان على الصبر عليه، لأن هذا الجنين إذا ولد سيكون عبئا على أهله. وذكروا الحديث في أمر المسلم أو المؤمن: ولكن المؤمن أمره كله إلى خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن هذه الأدلة كما لا يخفى، والأدلة السابقة أيضا كلها نوقشت من قبل العلماء، نعم إذا نزل بالإنسان الضر يصبر، لكن الشرع أيضا أباح للإنسان اتقاء الضرر، بل أمر بذلك، وإما وجوبا أو ندبا. على كل حال هي مسألة اختلاف بين العلماء، ويظهر والله أعلم لي ترجيح القول بالجواز في مرحلة قبل نفخ الروح بالشروط السابق ذكرها، لسلامة بناء هذا القول على قاعدة ارتكاب أخف الضررين. وحتى لو قلنا بأنه قبل نفخ الروح محرم على رأي من يحرمه من السادة العلماء، فهو لا يوصف بأنه قتل النفس، لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، لكن الذين قالوا بالتحريم حرموه لأجل الضرر، ولأن حياته متوقعة في المستقبل، وهذا الضرر يقابله ضرر أشد، وهو ضرر ولادته مشوها بهذه التشوهات الخطيرة التي لا يمكن علاجها، والتي تعيقه وتجعله معتمدا على غيره، وتكلف غيره تكاليف كبيرة قد لا يكون بقدرتها أو مستطيعا لها، فهذا ضرر آخر يقابل هذا الضرر. فإذا هم أرادوا يكون الأمر هنا من باب ارتكاب أخف الضررين، فبناء هذه المسألة على ارتكاب أخف الضررين هو في نظري ظاهر وأولى، لكن هي مسألة مختلف فيها بين السادة العلماء، والله تعالى أعلم. بقي شيء دكتور ولا خلاص الأذان جاء؟ خلاص. أشكركم جزيلا على حسن استماعكم،
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأعتذر إن وقع خلل اليوم أو في الأمس، لأن الوقت أحياناً يكون ضيقاً، وهذه المسائل كما قلت متشعبة وفيها كثير من الكلام، وحتى اختيار هذه المسائل أحياناً الإنسان يجد فيه بعض الصعوبة، هل يختار هذه المسألة أو يختار تلك، فالاختيار أيضاً من الأمور التي فيها أيضاً بعض الصعوبات، لكن الإنسان يجتهد في هذا، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فأيضاً لن يعدم بإذن الله من فضله الأجر، يكون له أجر واحد. وأسأل الله أن يجرنا جميعاً ويجزيكم خيراً ولكم الشكر والتقدير جميعاً. السلام عليكم.